من الواضح أن السلطة تحاول أن تحول خبر إسقاط الجنسية إلى خبر اعتيادي وبأنها عقوبة تكميلية اعتيادية في البحرين، خصوصا ونحن نتحدث عن تسجيل 250 حكم بإسقاط الجنسية منذ مطلع 2018 لغاية اليوم وفق درجات التقاطي المتعددة. والسلطة استخدمت لذلك التفسير التعسفي لقانون الإرهاب من أجل تغليظ العقوبة وتبرير الانتهاكات التي تم ارتكابها أيضا بحق السجناء كموضوع الاختفاء القسري وغيرها من الممارسات التي كانت تحاول أن تضفي عليها مشروعية معينة من خلال التعديلات التي أدخلتها على قانون الإرهاب. يضاف إلى ذلك أن هنالك انفلات في محصلة أو تعداد الأحكام القضائية منذ أشهر، تعداد المتهمين ومن يتم عرضهم في داخل القضاء عدد كبير جدا، والقضاء يستفيد من ارتدادات استخدام قانون القضاء العسكري في عرض الكثير من المتهمين وفي استصدار أحكام قاسية بحق السجناء السياسيين.